النهاردة كلنا لازم نستخدم العلم علشان نزود الانتاج، نستفيد من كل الموارد. مفيش حاجة اسمها مياه لا تصلح للزراعة، مفيش حاجة اسمها أرض بور. لازم نشتغل وننتج، لازم نحافظ على مواردنا المستدامة. على فكرة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة ما أصبحش مشكلة، وده مش كلامي، ده كلام العلم. ومن خلال برنامج اسأل مجرب، سنين طويلة وحلقات كتير من دولة لدولة، وأنا بنقل لكم نجاح من مزرعة لمزرعة باستخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. قدرنا ان احنا نتعرف على محاصيل كتير وعلى نسبة ملوحة مرتفعة في اراضي ملحية واراضي صخرية ورملية، ولكن قدرنا ان احنا باستخدام العلم نزود من انتاجنا. النهاردة في اسأل مجرب هوريكم اكتر من نموذج، هبتدي معاكم من داخل الصوب الزراعية او البيوت المحمية. موجود معاكم هنشوف الطماطم مزروعة على 3000 جزء في المليون، هنشوف الانتاج وايضا مواصفات الشتلات. تجربه جميله جدا، لكن القائم على هذه التجربه او صاحب الزراعه هو دكتور بشري. الجميل في الموضوع ان دكتور بشري بيحب الانتاج، بيحب الخير. الزراعه مهمه جدا لحياه كل مصري. الاول برحب بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بيك. بشكرك على هذا المجهود الجميل. الله يكرمك. علاقتك ايه بالزراعه؟ نشأت في فلاحين. ايوه. اتربيت بين الفلاحين، والدي كان تاجر قطن لكن كان عنده ارض ما شاء الله، لكن عمري ما حبيت الارض ولا الزراعه. ايوه. ولكن في يوم من الايام من 20 سنه مثلا انا معدي على الطريق ده، فشفت هنا حديقه فيها عنب جميل جدا، تمنيت على الله ان يكون عندي مزرعه في المنطقه دي. ما شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى يكون السركه مفتوحه ساعتها واستجابت الدعوه. هنا بقى واشتريت. بعد هذه الامنيه ابتديت تحب الزراعه. بس عشان تدخل انت نشأة ريفيه، والد حضرتك القطن ومجال جميل جدا، لكن ان انا اطبق ده بدايه بعد ما كنتش حابه صعب. ابتديت تزرع ايه هنا في الاول وتخطط الارض ازاي؟ اكيد كان في عندك افكار كتير. اللي عاوز يزرع ارض صحيه جديده ومعاه مال قارون، انا ممكن اوفر عليهم عمر الروح من 20 سنه خبره فيه. من الخبره، لان انا يعني انا اتلطمت وتعبت جدا فيها من دي لدي لدي لدي، وحاجات كتير باظت وحاجات كتير نفعت. وبعدين في النهايه من حوالي زي 3 سنين قابلت الاخ احمد الحلواني، ويعني قال لي تم تيجي نعمل صوب ونزرع فيها فلفل الوان. فلفل الوان. وانا فعلا جبت الفلفل الالوان معايا من امريكا وزرعناه وحلو جدا، لان بس انا عشان ازرع فلفل الالوان زرعته على محطه تحليه ميه. جبت تحليه ميه. محطه التحليه دي ما كانتش كافيه للصوب دي كلها، وبالتالي قلت له يا احمد انا شايف ان الناس هنا جنبنا بيزرعوا طماطم، ما تيجي يا ابني نزرع صوبه طماطم ونجربها، يمكن تمشي معانا، وفي نفس الوقت ممكن نجيب الجهاز المغناطيسي ده يمكن يساعدنا. ريت عن التجربه المغناطيسيه بالنسبه لمعالجه الميه، وعرفت ان هي ما بتضيعش الملح لكن بتحلل الملح الايونات صوديوم وبوتاسيوم. ورحت فعلا لمصنع في امريكا واتكلمت مع الست، وجبت هنا حوالي 35 جهاز. الاجهزه اللي جبتها كانت عباره عن حاجه للشمالي والجنوبي ويركبوا على الماسوره. يركب على الماسوره من الخارج. من الخارج. قطب الشمال قطبين مع بعض. وقالوا لي ان المغناطيس ده بيشتغل لمده 50 متر، وبعد ترجع الايونات تاني نيجاتيف وبوزيتيف يتحبوا تاني مع بعض. يعني مدى تاثيره 50 متر. ولذلك انا حطيت كل 50 متر حطيت اثنين. واستنى نتيجه، ما انا شايف نتيجه. مع ان 35 جهاز يعني تكلفه. تكلفه جامده من هناك لحد هنا، مش شايف نتيجه. الا ان تقابلت في يوم من الايام في معرض الزراعي مع الدكتور محمد حجازي. تمام. قول لي يا عم انا عملت كذا كذا، قال لي انت اخطات انك انت حطيتها على ماسوره بلاستيك. المفروض تحطها على ماسوره معدن. والله انت كلام صح. فبدات جيت هنا خليت العمال يفحروا على الـ على الـ على الـ دوروا على اجهزه ان نلاقي جهاز واحد. ايوه.
مش لاقي. الغفير اللي كان موجود الله يسامحه خد المغناطيس خد كل حاجه كلهم. فهنا انا قلت يمكن احنا بقى ما شفناش نتيجه عشان اتسرقت. طب ما تيجي نجرب يا احمد ونجيب جهاز. فالدكتور محمد قال لي عندي جهاز يركب على الماسوره على طول مش عارف خش في كام الف مش فاكر. قلت له لا بص انا تجربتي عشانها انا هجرب في جهاز 4 بوصة للصواب فقط واشوف. تمام. بس والراجل جاب الجهاز. بقى له قد ايه يا دكتور راكب عندك الجهاز؟ الجهاز ده احنا اتكلمنا فيه من شهر فبراير باين ولا اعتقد فبراير. كنت انا في امريكا ساعتها وقلت له يا دكتور محمد انا في امريكا وفلوسي مش في مصر هتضمني؟ قال لي عينيا حاضر. الراجل طلع صادق جدا وجاب لي الجهاز ركبه. ونتيجه اللي احنا ملخبطين في حياتنا هنا ما كنتش واثق في التجربه فقلت له لا الكلام ده مش هينفع. انا لسه هزرع طماطم ولسه الورنتي بتاعك او الدوام بتاعك هنبداها كنت راجل شهر 4. ايوه. فالمهم بدانا شهر 5 او حاجه زي كده يعني. انا ما عنديش مشكله اكتب لك الضمان بتاعك من 6 شهور من النهارده لو ما عجبكش انا ملتزم بالجهاز واخد تاني. تمام. بس زرعنا الطماطم وزي ما انت شايف ربنا رد. انا شايف ان الطماطم خضارها حلو نموها حلو. والشق الاكبر والاهم ثقتي في الدكتور محمد حجازي. والله هو ما بيتكلمش اي كلام راجل صادق في كل كلمه بيقولها. ودي انا اتعودت في كل مكان بدخله دكتور محمد فريق العمل داخل شركه دلتا ووتر بيبقى ليهم يعني بصمه في المكان بسبب المتابعه بسبب المعامله الجيده. لكن انا بقول له في يوم من الايام عندك فكره ايه التسميد؟ الراجل بيديه تسميد للمزرعه كلها برامج تسميد اي مقابل. برنامج تسميد له اي مقابل وبرنامج بسم الله ما شاء الله واحد فاهم بيقول ايه بيقول. ايه رايك في الطماطم دلوقتي بمقارنة بالأراضي اللي جنبك مقارنة إن احنا أرض 3000 جزء في المليون؟ أكيد المزارعين اللي هنا منهم الحاج أحمد قال لك أوعى تزرع طماطم على 3000 جزء في المليون. غامرت بيها عشان أشوف يا هنستمر يا نقفل الموضوع ده حاجة تانية. يعني التجربة نجحت إلى حد ما أقدر أقول 70% نجحت. 30% متوقفين على إيه بقى؟ متوقفين على جودة وكمية طرح الطماطم. ده اللي هنعرفه آخر الموسم. يعني لا في خلال أعتقد شهر ممكن تعرف حاجة زي كده يعني. يعني البذور دي انا جايبها معايا من امريكا وعايز اشوف نتيجتها هتكون نفس النتيجه بالجوده. انا شايف الطماطم ماشيه حلوه جدا اهي ان شاء الله. دكتور محمد حضرتك دكتور بشري تخصصك ايه؟ باطني. الغذاء مهم قوي لصحه الانسان صح؟ أكيد. وفي زمن الكورونا بدون نرفع من كفاءه مناعه جسم الانسان اكيد. الزراعة النهاردة لما يكون بنطبق فيها العلم هنقلل من استخدام المبيدات هنقلل من استخدام الكيماويات. ده ممكن يتحقق نحن نحصل على غذاء صحي آمن يحافظ على صحتنا ويرفع من كفاءة المناعة. أنا شخصيا ما بستعملش أي مبيدات هنا. أيوة. ولا بستعمل حتى الزيتون بتاعي كله عضو. كل اللي عندي بس بستعمل حاجات عضوية. شريكي الدكتور فتحي سليمان ده أستاذ كل الصيدلة بتاع المعاش لو قلت له انا دخلت هنا ورشيت حاجه عمره ما يخش مزرعه تاني. ياه. ايوه دي حقيقه فعلا. اللي لو ده حتى ترش ده عشان ترش الحشائش يقول لك لا استنى اما اسال فيها ايه الاول. يا عم ده حشيش ده حشائش يقول لك لا هتصور اواظر الارض احنا مش ناقصين ان ندي اكل الناس حاجات مسرطنه وحاجات بلاوي بتزود. والله دي حقيقه اقسم بالله. فانا ما عنديش هنا اي شيء بيترش او بيتحط الا اذا كان حاجه عضويه او حاجه ما فيهاش سرطان تضرر بالانسان. زيتون اذا كان زيتون او جوجوبا او خضار. المساحه هنا كام فدان؟ المساحه حاليا بعد ما خدوا جزء من الطريق 46 فدان. ان شاء الله الزياره القادمه ليك ابتدت تتوسع تستخدم تكنولوجيا معالجة المغناطيسي فهيبقى عندك تركيبه محصوليه اعلى ونشوف المكان ده كله اخضر باذن الله.